الشعب السوري. كل طلب لحال مثل رحلة نحن. تماما. شو بيشرح القلب؟ هذا طوله الحقيقي. وحلاوتها هالجمعة انه نحن طلعنا عائلة. لا 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 مو طبيعي الوضع يعني مو طبيعي. بس رطبة حتى وشي دبق. الله الله بسم الله عليك طرق راسه زيد يا حرام. مرحبا بكم في بلودا. هلا الساعة 7:30. فاقة من الساعة 4:30 صلينا الصبح وضليت قاعدة يعني لهلا أنا مالي شبعانة نوم صراحة. شوفوا عيوني. المهم الله ريته يسعد لي صباحكم يا رب العالمين. صباح الفل والياسمين كل شيء حلو بحياتكم. رايحين رحلة هلا على بلودان بإذن الله. فقلنا لحالنا لنطلع شوي لماما هيك نغير لها الجو. إن شاء الله تعجبكم الرحلة لورجيكم بلودان ما بعد الحرب. بلدنا الجميلة ما بعد الحرب. الله يديم يا رب الأمن والأمان ويرجع أحسن من أول. ادعونا كتير. خليكم معي لتروحوا لبيت رح صور لكم مقاطع من الطريق. هلأ نحن هلأ رايحين لعند الكرنك. الكرنك صاير بالعدوي. فهيك إن شاء الله يا رب ادعونا هيك الله يحمينا يا رب ونرجع وننبسط ونرجع بخير وسلامة. وبدي أتشكركم صحيح كتير على تعليقاتكم الحلوة لماما. ماما قرت كل التعليقات على فكرة. هي عم تقراهم يعني أول بأول وكتير عم تنبسط بتعليقاتكم وتحط لايكات. ف يعني شكرا كثير لكم. ما بعرف شو بدي اتشكركم. ما بعرف من قلبي من قلبي من قلبي من صمصوم قلبي شكرا لكم وبحبكم كثير. خليكم معنا. هلا هيك هلا نحن بمضايا منطقة مضايا. هاي المعلم يحيى في هون نبع مضايا. في كمان نبع الفيجة تحت. اصوركم هاي اول مضايا استلمنا لكم اياها من اول. فرج طيبين ما من الجبل دغري دايركت. هون كله عم يعبي. يا سلام ما شاء الله اللهم بارك. رح نعبي قنينة. نحن عبيها زيودة عبي ما ينضيفة ده يروح مع أخوه. تعي يا ماما هلا ما تصوق تعي. والله بتخوف النزلة. هلا هي هون هاي منطقة جبلية يعني بس نو هواها رائع رائع. هي المنطقة كلها رائعة. يمكن انتوا تحسوها هيك انه على البلوك وهيك بس فيها كل شيء. ما بتواجد بالشام بتواجد هون كونه قريبة على لبنان يعني. ففيها شغلات اجنبية ظريفة كتير بنجي بناخذ منه. فضحتهم. شوفوا الجبل شوفوا الجبل. هواها بياخذ العقل. ما في شوب يعني في شمس بس ما في شوب. تفرجوا. هلا هون نحن لسه ما وصلنا على بلودان. لسه بلودان لفوق هلا طالعين عليها ان شاء الله. اوعى يا زهير. صوروا صوروا شايفين كل هاي البيوت مسكونه. اوعى يحيى. لسه لهلا الساعه لحظه لحظه احملوا احملوا شوي احملوا هلا 10:07 يعني هلا ما حدا فتح. شوفوا المناظر. لا تلعب هيك لعب ماما. ما بلعب هيك لعب بس انا خايف ينقعك من المصاصة على كل. خليكم هيك زيد اعطيكم صورة. شوفوا الطريق هون ما احلى. شوفوا يا شباب. دافية دافية. عم نشرب قهوة بسم الله. قعدنا هون في طاولات وكراسي طلبنا
كندار ونوتيلا ومعجنات أشقوان شيء. مفاجيع ولكن بسم الله. يعني في هون نبع بقين بيقولوا له، تصور لكم اياه، هداك نبع مضايا، هذا نبع بقين. تعا تعا يحيى، شايفين؟ الحمد لله الوضع تمام ما شاء الله. هون كمان في محل فلافل، هون الفواكه والخضره شي بشهي القلب كلها هون، لان مصقيه مي نظيفه، مي جبليه. هون فتاش بيجوا المسا بتوطوا فتاش العالم. نصوركم النبع. من الجبل دايركت لهم. ما شاء الله ما شاء الله. فقتي انت يا حلوه، فقتي، تعي لعندي. هي قعدنا هون هلا نحن قدام مغارة موسى. هي ماما. نورجيكم هلا على مغارة موسى، هي بيحكوا عليها كثير ببلودان، هي صايره باعلى درجه ببلودان. بلا نازلين. بس ماما ما بدها تنزل. انا مشان صور والله. هي هي المغارة، يعني هن مو ماما، هي مو خلق المغارة، صنعوها الصناعة يعني. هي كانت مثل كهف محل، لا هي بقلب جبل، يعني جبل حافرين وفايتين فيه وعاملينها مثل مغارة، سموها مغارة موسى، وأعلى قمة ببلودان، منطقة بلودان. هلا بصور لكم الإطلالة، شغلة حلوة. نعم يلا جاي بلا نازلين. الله، عاملين أعراض هون. رحلة بتشوفي أشكال وألوان بالرحلة. شو ننزل لك تعو. استنى زهير. شو عم يعملوا؟ ايه شو عم يعملوا؟ شوف شوف زي في هون بحرة وعي يا زهيز. يوعي يحيى، هي في هون قارب هيك لجوا بتفوت. شلون زي؟ يا الله رطوبة، ما بعرف قد ايه عمقه.
ما جبنا معلومات عنها. هلا بنسأل، تعالوا هاتوا ليحيى. هاتوا ليحيى تعال. عندك فكرة قديش عمق البحيرة بالله؟ 4 أمتار. عمق البحيرة 4 أمتار. ايوه هم بيكتبوا عليها ذكرياتهم. يا سلام. عاملين معارض كمان، معرض اشغال يدويه التحف الشرقيه. الرجاء عدم الكتابه على الجدران. فوق في حرف وما حرف، هيك قصص. نزول نزول. بعدولنا طبطب. صور بحيرة التمني. الله الله، بسم الله عليك، طرق راسه زيد يا حرام. انتبهوا ماما، انتبهوا حبيباتي. هلا هون هي بحيرة التمني، بتطلب تتمنى وبتحشي شي شغلة وبيطلع لك المارد تبعك. اوعك اخوك في اي فليرة مشروعة. لحظة شوفوا شوفوا شو حاطين مصاري ليرات. لا 500 ليرة. 500. بيطلب بيتمنى الواحد، وعلى اساس على اساس انه بيتحقق له يعني رغبته. يلا تعال. لا ما في شيء عن جد. اذا عن جد بتطلب، لا بتطلب من الله والله بيحقق لك امنياتك. اه انه زمن الديناصورات. انه زمن انقراض الديناصورات يا اولادي. يعني حرفيا حاسه حالي قاعده بمدينه اشباح. لا 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 مو طبيعي الوضع، يعني مو طبيعي. بس رطبه حتى وشي دبق دبقت. بتزحلت هي بتزحلت، شايف؟ لانه كلها مي وطين. اه صار واحد من هدول كيلومترين. يلا خلي ننزل ننزل. خليك وراي زيد، تعزو هي. هلا هي هون تعتبر اعلى قمه ببلودان، ما بعرف لسه اذا في اقمم منها او اعلى قمه منها. شايفين ما شاء الله. هلا انا هون بالعالي، لو معي سياره كنت اجيت هون انزل بالسياره. اصور لكم هيك، انا بدوخ من الاماكن العاليه، حاسه حالي هلا انا عم تفتل معي الدنيا. هذه بلودان. هلا لسه في طبعا غير اماكن، يعني مطاعم والبلد. هون فيلال، بنايات. مرحبا بكم في بلودان. الشعب السوري.
بثيابك. شو يحيى؟ تعال عندي، تعود عندي. هي هون اجينا على مطعم ببلود، ببلودان. هي شو اسمها؟ الزبداني. ايه اسمه قدور، سهل الزبداني. ايه اسمه قدور. غالي كثير، غير كل المحلات. غالي ليه؟ شو قال لك؟ شو قال لك؟ شو قال لك؟ شو قال لك الاسعار؟ فروج وحده 30. وما بينزل معه شيء لحاله. ايه وكيلو مشاوي 80,000. انا خطين انا وياكي. وينك؟ اثنين احنا الاربعه. نحن هون كل حدا لحال. بدك هيك تعتمد، يعني بدك تعتمد انه كل حدا لحال، كل طلب لحال، مثل رحلة نحن. تماما. هيكو عندنا وحدة، عندنا خبزة منها. شو ماما؟ هي متبل. يلا مع متبل. واو بسم الله. مرحبا، كيفكن؟ نحن كتير كتير مبسوطين وشكركو بالقناة. كتير قناة اللوقة كتير حلوة، ونحن اليوم برحلة وكتير مبسطنا. كتير مبسطنا. و الأكل بجنن، بجنن الأكل، روعة. وهذا محل اسمه الدورة، وكتير كتير 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 انبسطنا. ودخيل قلبكم، نحن كتير مبسوطين بهالجمعة. وحلاوة هالجمعة انه نحن طلعنا عائلة ومبسوطين كتير، واشتهينا كل الحبايب. ونصيحة مني، نصيحة مني انه تجوا وتطلعوا رحل وتجوا على هالمطعم. لا لا لا، اعوذ بالله، بتجنن بتجنن بلودان. وهلا بتنزلكم الفيديوهات اللقاء حبيبه قلبي. واشتركوا كلياتكم كلياتكم كلياتكم. لايك 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 حبيباتي. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. مقام النبي هابيل هون، بس لسه بدنا نطلع لفوق، ما لتحتنا ننزل لحتى نوصل. شوف واو، انا اول مره بجي لهون، بس ما شاء الله. هنيك هداك هو المقام. ايوه هي هون. هلا وصلنا لمقام النبي هابيل، اورجيكم اياه. هلا هو الصراحه طلع لهون تاخذ العقل، ما شاء الله جبال اطلاله، طريق برد الروح. خليك ماسك ايتيتي، انا مأمنه فيك زهير، بدي صور انا. لا خليك مع الله يرضى عليك، بدي انا صور. هي ماما، ماما المصاري تبرعات يمكن او لوجه الله تعالى.
زهير تعال هون. في ريحة، في ريحة حلوة. ايه؟ لا ايه؟ من هون راسه. هلا هيك طوله كان، هيك طوله ماما، مو هيك كان طوله، هذا طوله الحقيقي. هون يعني بيعملوا كأنه طقوس خاصة فيهم، ما بعرف شو هي، بس حلوة ما شاء الله. شجرة كبيرة كتير، بيقولوا انه هي الشجرة كاينة على زمان نبي هابيل وسيدنا آدم، أيوة هلا عايشة انه كبيرة كتير، فبيجوا بيعلقوا عليها، ما بعرف شو بيعلقوا عليها بصراحة، أمنيات شرايط ما بعرف، انه بيدعوا أو بيحطوا شيء، فما بعرف. شوفوا هالإطلالة ما أحلاها ما شاء الله. إحيا مرحبا يا قلبي. سبعيتها شوي بس والله هون الهواء بيرد الروح. شي بيشرح القلب. شو يحيى؟ تعي يلا تعا. شي بيشرح القلب وبيرد الروح ما شاء الله. اللهم بارك. صار لازم ننهي الفيديو. بتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا معنا وتفرجتوا على بلودان وعلى الزبداني وعلى مقام النبي هابيل، شفتوا قرايبينا. هي ماما صراحة يعني تعبنا كتير، يعني حتى البسط بيتعب يعني، والمشاوير بتتعب، خاصة انه عم صور يعني كل شيء خطوة بخطوة ستيب باي ستيب. بس يعني صار الفيديو طويل، ما عاد فيني طوله اكتر من هيك. حاولت انا كتير اني اختصره بصراحة، يعني كنت انا حابة اصور لكم كتير شغلات بس حتى ما يكون طويل. وما تنسوا تعملوا لايك، بحبكم كتير وسلام.